من هناك؟ من يقاطع قراءتي؟ عليا حبيبة جد الصغيرة. أنا لست صغيرة، أنا فتاة كبيرة. سامحيني يا سيدة عليا، ماذا تريدين من هذا الرجل الصغير؟ جدي، ما هي الصدقة الجارية؟ حسناً، هذا موضوع جديد. الصدقة الجارية هي أعظم أنواع الأعمال الخيرية، وهي التي نأخذ عليها حسنات للأبد. العمل الخيري هو الذي يستمر دون انقطاع. تستمر دون انقطاع؟ نعم للأبد؟ كيف تستمر للأبد؟ سأخبرك قصة عن رجل، إنه رجل عظيم. أريد أن أعرف قصة هذا الرجل العظيم. حسناً حسناً يا عليا، تعالي اجلسي وأنا أشرح لك. الآلام، الأمراض والعدوى تصيب الفقراء بسهولة. هم لا يستطيعون التكفل بمصاريف العلاج، هم لم يختاروا ذلك، ولكن هذا قدرهم. هو ذلك الرجل العظيم، كان يمتلك قلبا عظيما وكبيرا. كان يعرف أن الصحة الجيدة هي ملك وحق للجميع. بنى المستشفيات، مع كل علاج يحصل عليه مريض، مع كل دعاء في صلاة أم لإنقاذ حياة ابنها، تأتيه الحسنات والبركات دون انقطاع. لقد علمونا القراءة، اقرأ. أسلافنا هم من نقلوا حكمة شرقنا للغرب. تخيلوا الرياضيات دون صفر. المعرفة نحصل عليها تدريجيا، أما التعلم فهو واجبنا وعملنا. هو ذلك الرجل العظيم، بنى المدارس ليتمكن كل طفل من التعلم، وليجعل بعد ذلك من هذا العالم مكانا أفضل، وهي ستكون حسنات وبركات، وسيحصل عليها دون انقطاع أيضا. الأشجار، الأشجار تعطينا الفواكه التي نتغذى منها ونستظل تحت ظلها من حر الشمس، وتتمسك بتربتنا بقوة عندما تعصف بها الرياح. هو زرع الأشجار ومنع شعبه من قطعها. كل إنسان أو حيوان أو طير استفاد من هذه الشجرة بأي طريقة كانت، سيشكرونه بدعائهم، وستكون ذلك أيضا حسنات وبركات تحسب له دون انقطاع. ثم الأطفال والأسر. الأطفال؟ نعم، الناس الذين ينشرون الخير والعمل الصالح، الناس الذين يدعون لك حتى بعد موتك. جدي، هذا الرجل العظيم الذي بنى المستشفيات والمدارس والأشجار. بنى الأشجار؟ زرع الأشجار. أنا أعرفه. نعم، من هذا؟ أنا رجلك الصغير، لكنك تعرفينه. هذا الرجل، هذا الرجل الذي بنى هذه الدولة، رجل شغوف ببلده، رحيم، ترك خلفه إرثا من العطاء ما زال مستمرا. كل الشكر والامتنان للمغفور له بإذن الله تعالى، صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الأب العظيم لدولة الإمارات العربية المتحدة.